يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مشاهدة المرأة للبرامج الدينية في الشاشات علما بأن الذين يخرجون فيها هم من المشائخ والعلماء؟ ما يصلح للمرأة أن تشاهد الرجال، ما يصلح لها أن تشاهد الرجال، لا سيما وأنهم في الشاشات يتجملون بأحسن ما عندهم من الثياب ومن الهيئة، والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، إذا رأت الرجل متزينا ومتجملا والشاشة تجمله أكثر، لا هذا مما يسبب الفتنة. نعم، والمرأة تحصل على الخير بدون الشاشات، إذاعة القرآن الكريم فيها خير كثير، فيها برامج متواصلة، تلاوة، محاضرات، كلمات، فتاوى، ما تفرغ أبد من الخير إذا كان نباه رغبة للخير عند إذاعة القرآن، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفتاوى اللي في الشاشات فيها اختلاف وفيها اضطراب وفيها ناس ما يحسنون الفتوى، فيها تشويش، بخلاف إذاعة القرآن فلا يقدم فيها إلا علماء وناس منضبطون بالفتوى وبالاستعداد العلمي. نعم.